الأسرة التسعتاشر ورمسيس الثاني وأسرة رمسيس الثاني والملكة نفرتاري ووادي الملكات وغرب الأقصر والرمسيوم. وهو بيرقص بعثة رمسيوم من 25 سنة. وهو فضل إن هو يشتغل في مصر ويقيم في مصر. يعني حياته كلها دلوقتي أصبحت في مصر، هو أصبح مصري لأنه أدى تلتين عمره في مصر. أنا استنبس الباسبور المصري. فضل لسه ما عنديش عايز. فممكن بس يا مسيو بلون يعني لو ممكن في 10 دقايق عشان احنا لازم نرجع احكي لنا بسرعة. مثلا اكسكافيشن يعني مثلا قفايل، في كمان يعني ترميم، وكمان سايت مانجمنت يعني عشان اعمل فالوريزيشن اوف ذا رمسيوم. الو من كذا سنه كنت عاملين يعني كل الجزء الجنوبيه في الانكس اوف ذا تمبل يعني انكس للمعبد ملحقات المعبد. وده كنت الافاير ممكن عارفين دلوقتي في المطبخ، في مثلا المكان عشان الموظفين، في المدرسه كمان بيغ اور، يعني في واحد بيغ اور، وده لاول مره في اي معبد المصري عارفين في بيغ اور. بس يعني فاكرين يعني في كل المعبد كنت لازم في بيغ اور، بس يعني الاول مره وفي الهندسه موجود، وكمان كل الاوبجكت يعني مثلا الرومانس يعني البقايا يعني واللي بينطقوا دي حاجه اسمها فرعنة الاستراكه، وكل الحاجات دي كنت موجود جوه. وبعدين يعني دلوقتي السنه اللي فاتت وقبل اللي فات كنت شغالين في الكسر بتاع رمسيس الثاني. كمان الكسر بتاع رمسيس الثاني كنت يعني في بس رومان شويه، لكن يعني كنت ما فيش اي حاجه ثانيه. عاملين الاكسكافيشن كله، وبعد الاكسكافيشن بعد الافاير كنت عاملين الكسر يرجع ثاني. وكل شويه يعني كل سنه during كل البحثات اللي شغالين في المعبد عاملين دراسات ترميم اكسكيفيشن يعني كل الترانشات دول، وده يعني بحثة مشتركة بحثة مصرية وفرنساوي مع بعض من كذا سنة. في كما شغالين قبل كده في الوادي الملكات، وبعد خلصين الشغل في الوادي الملكات موجودين دلوقتي من 25 سنة في الرمسيس. في الفناء الثاني لو قال تمثال ترمسيس يعني واجا واقفل السكة، لو عاملين سلم جديد دلوقتي عشان السياح ممكن يجي وممكن ادخل مثلا في الفناء الثاني من الفناء الاول. يعني كل سنة يعني في برنامج مخصوص عشان مثلا يعني في كمان البورتيك قدام الكسر، في كذا عمود مش موجودين دلوقتي، في 8 باز من العمود مش موجودين، في ناحيتين يشتغلين، وعاملين افتتاح واحد مدرسة كمان في الغرب عشان المصريين، عشان الشباب المصريين ممكن يخد دروس السنة كاملة عشان يشتغل ناحات. وفي الوقت البحث موجود جايين معنا عشان يشتغل مع الناحات الفرنساوية اللي جايين في البحث. يعني ده فرصة كويسة عشان نعمل مثلا فورميشن تريننج تدريب عشان تدريب بالظبط. والتمثال كورتنا هنا هي كانت كاملة كان في السنة 1816 بلزوني بلزوني الايطالي اوكي، وحتى الجزء اللي فوق بص الفريق بتاع حضرتك من كل يعني من كل المستويات بتوعه، يعني ربنا قادرين يحركوا كل وكالات انباء العالم ازاي؟ طبعا دول مفندم، دول احفاد الفراعنه يا شباب، يعني احنا كلنا، بس يعني اهل الاقصر دايما كان ليهم وصف خاص.